نرجع تاني لليوم السابع. آخر خبر معانا في أخبارنا المحلية، نقابة الموسيقيين بتنفي وقف المطربة الشعبية بوسي. نفت نقابة الموسيقيين وقف المطربة الشعبية بوسي عن العمل، حيث أكد طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين أن ما أشيع حول وقف النقابة للمطربة الشعبية بوسي ليس له أي أساس من الصحة وفي سياق مختلف. بتشارك بوسي حاليا في مسلسل راس الغول، بتظهر خلال أحداث هذا العمل في دور فتاة شعبية بتعمل على تاكسي. مسلسل راس الغول طبعا بطولة ساحر محمود عبد العزيز ولقاء الخميسي وميرفت امين وفاروق الفيشاوي ومحمد شاهين مطربة الشعبية بوسي، طبعا اضافة الى الفنان قدير صبري عبد المنعم وكمان رامي وحيد وسناء شافع وياسمين كساب وناهد رشدي. مسلسل من تأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين ومن اخراج احمد سمير فرج. مشاهدينا ده كان اخر خبر معانا في